ما شاء الله الراجل زي ده في الخمسينات، وانا بس لما بجيب كوبايه الميه بنهج. ستيفل الرياكشن على هوم سينما والفيلم اللي هنعمل له رياكشن هو فيلم جيمس بوند الجديد نو تايم تو داي. نو تايم تو داي الفيلم الجديد بتاع جيمس بوند، التريلر بتاعه لسه نازل من يومين. طبعا ما لحقتش اشوف الرياكشن، في كذا حلقه هتنزل بعد الحلقه دي، هنعمل تريلر رياكشن للفيلم بتاع بلاك ويدو وهنعمل تريلر رياكشن للفيلم وندر وومن. انا دلوقتي اول تريلر رياكشن هنتفرج عليه بتاع جيمس بوند بتاع فيلم نو تايم تو داي. طبعا كالعاده ما بشوفوش ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره. يلا بينا. Name? Bond. James Bond. James? You gave up everything for her. مش عارف اقول ايه اكتر من كده، يعني صباح الاكشن بقى، فاهمين؟ طبعا يعني جيمس بوند يا جدعان، انتوا بتهزروا؟ الراجل معدي ال 50 دلوقتي ولسه بيعمل افلام جيمس بوند. يعني طبعا احنا في الكاست لسه زي ما هو، في ناس كتيره نفس الكاست بتاعت الافلام اللي فاتت بتاعت جيمس بوند. معانا دانيال كريك طبعا في دور جيمس بوند، ومعانا الفيلم ده معانا هيبقى فيه رامي مالك، هو هيبقى الفيلن، هيبقى فيه ليا سيدو نفس البت اللي كانت موجوده معاه في فيلم سبكتر، وهيبقى فيه رالف فينس، وهيبقى فيه كريستوف فولس ونعومي هاريس وجيفري رايت وبان ويشو، نفس يعتبر نفس الممثلين اللي كانوا موجودين في سكاي فول وسبكتر. انا المخرج كاري فوجوناجا اللي هو نفس المخرج اللي عمل فيلم بيست اوف نو نيشن. ده يعتبر هيبقى خلاص ده اخر فيلم لجيمس بوند. خلاص يعني الراجل كان اعلن اعتزاله بعد الفيلم ده، يعني خلاص ده اخر فيلم بالنسبه له، وما اعتقدش ان هو هيعمل جيمس بوند تاني. كان في ناس كتيره قالت ان جيمس بوند بعد كده هيبقى بيت، ده لما عرفته اتقفلت بصراحه، وانا اصلا من عشاق جيمس بوند، فما اعرفش بصراحه. وبعد كده جم قالوا بعد كده هيبقى ادريس البا هو جيمس بوند، ما اعرفش ازاي. انا مش عنصري بس انا ما اعرفش ازاي، يعني انا شايف من وجهه نظري انا حاسه مش لايق اللي حاسه لايق في دور جيمس بوند. لو حد هيبقى بعد جيمس بوند دانيال كريج، انا شايف من وجهه نظري اللي هيليه هو توم هاردي بصراحه. يعني كان في ناس كتير قوي كانت مترشحه، كان في توم هاردي وكان في هنري كافيل وكان في ادريس البا. انا شايف توم هاردي هو اكتر واحد هيليق في الدور بجد. يعني معظم الاكشن اللي في الفيلم، يعني هو طبعا احنا بنهزر وكل حاجه، بس هو معظم الاكشن اللي في الفيلم هو ستان دبل، يعني هو مش دانيال جريك في الحقيقه هو اللي بيعمل، هو ده مجرد ستانت دبل هو اللي بيعمل الاكشن ده، لان خلاص دانيال جريك كبر. يعني احنا بنتكلم واحد عنده خلاص في الخمسينات. يعني الفيلم هينزل 2 ابريل سنه 2020 ان شاء الله السنه الجايه. طبعا نسبه ترقبي للفيلم هي 10 من 10 بكل تاكيد. يعني بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها. بعد ده هينزل على طول التريلر رياكشنز بتوع وندر وومن وبلاك ويدو، التو تريلرز اللي لسه نازلين امبارح واول امبارح. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها للفيلم ده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.